الاستوديو معه 4,500,000 ريال. كلام الله تنهبوه. قول لمن حذف قناتي وساهم في حذفها. وبالنسبة للقناة حق الشيخ محمد الفقيه، لما كانت حق الشيخ محمد الفقيه وفتحها صاحب الاستوديو الفراشة التزاما لهذا العقد بيننا احنا وشرف المحجري صاحب الاستوديو، قام حذف القناة وسلمنا عملنا وسلم كل شيء. ولكن من حذف قناتي وشارك في حذفها الله يدفع العافية من جسمه ويجعل له علة لا يلقى لها دواء في الأرض بحق بيته الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى قصة جديدة. بينما أنا أتابع في مواقع التواصل الاجتماعي تابعت وحصلت هذا الفيديو للشيخ محمد الفقيه وهو في مكة المكرمة ومن حرم من الحرم المكي الشريف يؤدي العمرة هو وعائلته وبعض أقربائه، تقبل الله منه صالح الأعمال. فتابعت هذا الفيديو وأنا أتابع هذا الفيديو أشوف أنه يسجل فيديو إلى عند جمال الذيباني. بحثت على جمال الذيباني انه هو الذي يعني سجل له اول مقابله بعدما انتشر وطلع ترند في الفيسبوك، وهو ناشط وايضا كان كابتن رياضيا في سابق في المنتخبات اليمنيه. جمال الذيباني هذا يعني هو ينشر له المقاطع الفيديو وبعض المقابلات التي كانت مع محمد الفقيه. سجلت في البحث جمال الذيباني لاتعمق في الموضوع واعرف يعني جمال الذيباني هل هو لديه قناه او مشهور او كذا. اكتشفت انه لديه صفحه بالفيسبوك فقط وكان يعني كابتن رياضة سابقا. بحثت في اليوتيوب طلع لي هذا الفيديو، استمعت لهذا الفيديو حصلت ان يعني المولين الذين مولون تسجيل المصحف كامل للشيخ محمد الفقيه، ومن هنا بديت استمع واقارن واقارب حتى اعرف القصة كاملة واعرضها في فيديو هنا في هذه القناة. تابعت الفيديو لهم كاملا ومن ضمن ما سمعته يعني عرفت ايش المشكلة الذي صارت وكيف اختفت قناة محمد الفقيه وايش الذي يعني اخفى القناة وليش محمد الفقيه يكتب يعني صرح على قناة اليمن اليوم سابقا وقال يعني حذفوا قناتي حسبي الله ونعم الوكيل، واليوم ايضا دعا عليهم في مكة المكرمة قال يعني حسب ما تابعناه في الفيديو الاول. فحسب ما سمعت انا وعرفت من هؤلاء الشباب يعني انهم بينهم وبين استوديو الفراشة عقد عمل انه يسجل الشيخ محمد الفقيه ويرسلوا إلى هناك إلى أمريكا وهم يحملوه على اليوتيوب بعد ما يتم ترجمته وتحميله يعني إلى اليوتيوب ونشره في كافة مواقع التواصل الاجتماعي. كان يعني هناك عقد بينهم على 4,500,000 ريال يمني. محمد الفقيه أنا لا أعلم يعني كيف له من الأموال هذه أو كيف، لأني أشوفه كأنه زعلان ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. أنا حاسس أنه يعني التفوا عليه وأحتالوا عليه، ما أدري، لا يمكن حصل مبلغ لأنهم ذكروه أنه من ضمن الفلوس يعني أنه لمحمد الفقيه حق حسب ما سجل القرآن بهذا الاستوديو. المهم أن العقد يعني موجود 4,500,000 هذا للممول الذي مول التسجيل. فنصيحتي للشيخ محمد الفقيه يعني فيما مضى مضى، إذا كان أعطوك أو ما أعطوك فالعقد خلاص قد تم وهذا يعني قد شالوه. فنصيحتي لك أنك تفتح قناة لحالك أو في هناك من يفتح قنوات حسب ما شفت أنا إعلان لمصطفى الممري في هناك ميديا أو كذا في ميديا فيلم مدري، المهم استوديو خاص بيفتحوا قنوات وتوثيق وكل شيء، وفي ناس كثير أي واحد شخص عادي يفتح لك قناة وتسجل تلاوة قرآنية، ما هو ضروري استوديو وتضخيم صوت إلا إذا في واحد لأنه يمكن مكلف تسجيل الاستوديو والهندسة الصوتية هذه. صلي التراويح وفعل الجوال قدامك يسجل ونشرتها على اليوتيوب ما فيها شيء، إذا إضافة بعض الهندسات يعني هندسة صوتية يكون أحسن. أيضا من ضمن ما عرفته أن القناة ليست كانت ملك محمد الفقيه وإنما تبع صاحب الاستوديو، هو كان قد نزل بعض الصور يمكن وذولي يستغلون أو اكتشفون الموهبة الصوتية هذه، تواصلوا مع الاستوديو اللي سجل قالوا له سجل حسب ما فهمتنا قالوا له سجل الشيخ واتفاق وأنت تتفق يمكن مع الشيخ. المهم إنها صارت اتفاقيات وموقعة وفيها الطرف الأول والثاني حسب ما عرضوه في هذا الفيديو. فمن هنا يعني نقول يعني إذا وقع الواحد خلاص وده ما عاد يقدر يعني يحاول إلا إذا رضى الطرف الثاني اللي هو الممول اللي ضار ضيول الشيخ إنه ينشر القرآن في قناة جديدة، أما هذا يعني ببقية تبي يسوي عليه حقوق ويعني يأخذوا كافة الحقوق والملكية لهم. فنقول للشيخ محمد الفقيه الله يعوض عنه في خير ويعني لا يتندم على ما راح، فله الأجر إن شاء الله على كل من يستمع للقرآن، وإن كان يعني بأرباح تروح للمول يعني أنت إن شاء الله ربحك في الآخرة وتقبل الله عمرتكم. فما مضى قد راح، فانظر إلى الأمام وسجل وانطلق، فإمكانك يعني افتتح لك باب خير إنك تتواصل على السوشيال ميديا. صلاة التراويح هذه تسجلها كلها، سجل قرآن عادي باستوديو ثاني، فجميع التسجيلات محبين الخير يمكن
يسجلوا لك القرآن حسب ما تلقيت انت من بعض المؤسسات. المؤسسات التجارية هذه بعد نفسك عنها، لأنه راح يفعلوا عليها كوبرايت وحقوق طبع ونشر، إلا إذا في اتفاق أنه يسمح لك تنشر أنت وهم ينشرون، هذا ما في مشكلة. أما أنه يعني يسجل ويعطوك مبلغ، هذا يشيلوا ويشتروا جميع الحقوق وحسب الاتفاقية من البداية، يعني اتفق. لو كنت أنت اتفقت في المرة الأولى بس، كان يعني يمكن الواحد ما يعرف أن اليوتيوب له الشهرة هذه وله الأرباح وله العقود، فكنت اشترط أنه يعني يفتح أنا قناة وأنزل باسمي، ولكن الممول أنه اشترط أنه يكون له كافة الحقوق. فهذا ما حبيت أن أوضحه أنا في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.